دلوقتي نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الجولة 30 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة عن احترام الكبير بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة وعدم تجاوز الوقت المحدد المقدر مسبقاً ب15 دقيقة. النهاردة هيتم افتتاح 8 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلال أو تجديد، بالإضافة لمسجد واحد صيانة وتطوير، وبكده بيصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو الماضي لحد دلوقتي 1163 مسجد. النهاردة هيتم تنظيم فعاليات ختام الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. وشهدت دورة المهرجان مشاركة متميزة من دول اليونان، المكسيك، الهند، بنغلاديش، سريلانكا، اندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين واليمن، بالإضافة لمصر. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة. هيلتقي سيراميكا مع فاركو الساعة 7 بالليل، وبيراميدز مع فيوتشر الساعة 9:30.